المنتخب ولقاء شعل له الوضع في المباراة السابقة بعد خسارة ميلان مكة. والبلوغرانا راح بالعلامة الكاملة. الآن فهود الكابتن محمد نور أمام اليوكي والتحدي. ربما حسبما تأتي الكثير من المعلومات، اليوكي الذي يريد نقاط المباراة من أجل التأهل، إبريق الفهد الذي يريد بالشخصية والكبرياء من أجل البقاء بقيادة الأسطورة محمد نور. المباراة تبدأ بصافرة الكابتن ماهر العدلي ضابط الإيقاع كما لقبه عدنان حلواني. تدرج ربما بهدوء عبر المجموعة الحديدية. حذاري من مطهر. الله 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 الله. هو كيتو، هو كيتو من البداية والدقائق الأولى. ولا عزو، عزو يا عزو، الهدف الثاني لعزو والهدف الأول الفهد عند البداية. تونا في الصفحات الأولى، تونا في الغلاف، والفهد يفتح الكتاب، الفهد يفتح الكتاب من أجل أن يقرأ المباراة، من أجل أن يدير الأجواء. يا إلهي يا إلهي يا إلهي، حلوة 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 وحلو أنت يا عزو. الهدف الثاني، الهدف الثاني للولد الجداوي يسجل له محمد نور في صمته يتحدث. محمد نور يتحدى دون أن يتحدث. هذه كرة ياسر كسراوي. الله نجوم زمان، لاعب بميزات الاساطير زمان، لاعب ابدي من الخلد واعطي من بكام واعطي كذلك من فالديراما. الله 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 يا البلاتا، الله الله يا الكسناوي يا الكسناوي. جول جول عالمي، هذا الجميل، هذا الرائع. لليوكي واليوكي يعودون لليوكي. لعب الكرة في الناحية الجانبية، منقول الكرة أمامية، مشعل كحيل، كحيل، كحيل. الله 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 الله. كبيرة من أجل أن يولد من جديد، كبيرة كامل المر من أجل أن يعود صغير. وهدف الضربة، وهدف الضربة من جانب لاعب فريق اليوكي. جول 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 يا تميل، يا تميل. من قلب الدفاع حضر، من قلب الدفاع وصل واستغل دبل وورد واستغل دبل كيك وسجل محمد جول بالرقم 7 يسجل فريق اليوكي ثاني الاهداف، ثاني الاهداف. انها ليلى 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 على سبع ساخن. إنه عاد اليوم نشيطا شبابا. هذه كرة من عمر ظهر أمام الدوطة البيضاء. القوة العاشرة، هذا محمد نور، هذا محمد نور. احذروا احذروا إذا غضب، احذروا محمد نور. يوم يغضب نور والله على مستوى الحواري يا ابو نوران. ما شفت لك هدف بهذه القوة وهذا الجمال. أي كورة يا نور، أي تسديدة يا نور. قال مكامل المر لوحده، هناك أبو نوران ثقيل في أرضية الميدان موجود. الله 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 الله. هذا عبد العزيز عزو وهذا محمد نور والجدار الثلاثي. فكرته وين؟ طريقته كيف؟ طريقته كيف؟ نور العبه عزو، عزو سقط عزو والصابرة. سقط عبد العزيز عزو والصابرة موجودة. والخطأ لصالح لاعب فريق الفهد وربما حكم اللقاء. خطأ موجود الآن. يتشاور عزو مع نور، ونور تسديدة بالجدار، تسديدة تسديدة. يا إلهي الله من جانب عزو. نجم الكرة أنت يا عزو، كبير بأدائك يا عبد العزيز يا عزو. سوق اليوكي رمي التماس ترجع من جرير ملعوبة. المتابعة تلعب الكرة. يا عيني يا عيني يا عيني. هذه موسيقى، هذه لؤي موسيقى. وسط ربما النيران أو
على صفيح ساخن ترقص وتتراقص، الكرة ترجع من دني ملعوبه، الكرة اللعب بين نور وبين كامل وكامل وكامل وكامل. يا سلام يا سلام يا احمد عمار، حذاري حذاري، خطرة ملعوبه ياسر جميله، خطرة جول، خطرة جول، عدت الكرة، خطرة يا زكريا يا زكريا. فيه التوجيهات فيه الرغبة ليكون شوط المباراة الثاني أن يبدأ على غرار شوط المباراة الأول. ملعوب الكرة صابر، انتهى شوط المباراة الأول 2-2 بين اليوكي والبعد. مشاهدين الكرام، في الجولة الثالثة لبطولة أبو عرب السابعة، تحياتي محدثكم سليمان أبو رامة، شكرا لكم، حتى نلقاكم بعد لحظات قليلة مع الشوط الثاني. رئيس لجنة الحكام محمد حلاي، شبكة النجوم الإعلامية سليمان شعيب للتعليق، بينما بلال أبو فيصل رئيس اللجنة الإعلامية، نشكرهم جميعا بالأجواء. نشكر كذلك العاملين في أيضا المضافين لنجاحي والمساهمة في نجاحي هذه البطولة. سيكون بديلا عنه اللاعب هيثم، هذه الكرة الآن تسديده ولكن حارس المرمى خلصها. الآن ملعوبة ترجع من جليل ياسر، يلعبها لؤي، لؤي ملعوبة، كرة إلى ياسر، ياسر نقلة، لا 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 لا، هذه جميلة، جول، المول، جول، جول، تسديده أمام المرمى. يا إلهي يا إلهي يا الله يا الله يا الله، اليوكر أراد أن يضرب الفهد بالمباراتين. هذه الكرة الآن ملعوبة ترجع لمسة، يا كيتا يا كيتا، ترجع عن طريق إسماعيل ديكو، ديكو يلعب الكرة لمحمد نور، محمد منقولة أمامية، ترجع من تايسون خضيرة، هيثم يلعبها لكن جلاها، ترتد الآن لمسة والكرة، حكم المباراة يعدي بها صابرة. اليوكي عدنان مو لابس النظارة، لأنك لم أنت ما تحتاج إلى النظارة لترى بدقة الكرة اللعبة الخطيرة، جول أمام المرمى ممكنة لكن خلص ياسر. أيضا إدارة كرة للفاصل لكن فصلت عليه في اللقطة الماضية، ترجع من جديد ويلعب الكرة، المتابعة عند أبو نوران، يروح أوهو 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 يا محمد، الله تزيد يا إيمانا، ولكن صابر ما عنده مشكلة، ترجع الكرة من جديد ملعوبة، جميلة عند كامل أمور، كيف انسل، كيف مر، كيف عبر، يلعبها كاسر للظهر لكنها تعود إلى عزو، ملعب الكرة عبد العزيز، عزو عزو عزو، محمد نور عند الاستلام، تمريرة ملكية، جول جول، أوهو خلص الكرة، خلص حارس المرمى، المباراة تتجلى، يا إلهي يا إلهي يا إلهي، لكنها تعود، ملعب الكرة سالم إسيان، استلام دوران إسيان، يلعب الكرة جانبية ممكنة من مكان إلى مكان إلى محمد نور، استلام من هيثم، والكرة الآن ملعوبة، حلوة جول، حلوة أمام المرمى، يا إلهي يا إلهي يا إلهي، الله عليك يا إسيان، الله عليك يا سالم، الله على الكرة، تابع صابر، واقع على المرمى، واقع على منطقة المرمى، إيمان كرة تمرد إلى خارج أرض الملعب، إيمان طبعا من المدافعين الذين يمتازون، يا إلهي يا إلهي يا إلهي، ممتازة ممتازة، يا كامل، المور سدد كرة، تصدى لها كحيل، مرت الكرة اللعب الآن، لفة، هو اللاعب الوحيد، سالم سيان يلعبها لهيثم، هيثم يروض الكرة بالمكان إلى محمد نور، محمد نور بينية زاحفة خطيرة جدا، تسيلة في الجول، لكن اعتلت العارضة، مرت يا عزو، عدت هذه سليمة، عدت غدا سدى عن طريق لؤي، لؤي يلعبها، تعود الآن ملعوبة، عن طريق من؟ عن طريق من؟ عن طريق البرا، بعد ذلك كامل المر إلى برا، تسديدة تصدى لها مشعل، ترجع من جليل الكرة، يا إلهي على الجنون، يا إلهي على الإثارة، يا إلهي على المباراة، عادت عادت للحماس، عادت للندية، عادت للندية، ترجع الكرة الآن جانبية، ما سيطر عليها نور، يلعب الكرة في مكان كامل المر، يلم الكرة دار، يلم الكرة دار، يلعبها عرضية، ياسر في ملعب اليوكا، وش يعمل؟ وشوف الكزناوي في فهد، وش يعمل؟
جمال الهدف احتفال ما تحتمل يا كسناوي، لكن جمال قولك احتفال. اليوك الآن يضع قال الحكماء، وهكذا قال أهل المقولة والقول، أهل الحكمة والرسالة. هذه كورة لمحمد نور حتى يلعبها أمام المرمى. جول 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 جول. الله، عارضة اليوكي تتصدى للفهد، عارضة اليوكي مع اليوكي تتصدى وتمنع. مرت الكورة إلى رمية التماس، هل هناك عودة؟ عودة عودة من عابد، عودة عودة من عابد، عودة. الطارقي ضرب، الطارقي ضرب. ألم أقل لكم هو لكلمي؟ ألم أقل لكم آخر الدواء الكي؟ ألم أقل لكم هذا الخبير؟ هذا هو الكابيتانو عابد الطارقي، بميزات زمان، بنجوة زمان، بكرات زمان. ضرب الكرة في الشبكة في الزاوية التي يسكنها الشيطان، وثلاثة ثلاثة، ثلاثة ثلاثة، تصل المباراة إلى التعادل. الآن الفهد يرجع إلى البطولة، الآن الفهد رجع للبطولة، الفهد فاصل. حيث تكون الفيصل إعادة لباية الفاصل وتنوي الموضوع. قول قول لا زال يتمسك ببعض الحظوظ ورمى العوبه الان، يلعب بالراس الوي، وصل الانتريك صفاره العتلي لانهاء احداث مجريات هذه المباراه بالتعادل الايجابي. ثلاث الفات، ثلاث اليوكي، هي الامور على مجريات ارضيه الميدان. نعم، شكرا على كذا قمه، شكرا على كذا مباراه، شكرا ابو عرب على هذه البطوله الجميله، على الامور الجميله التي شهدناها على مستوى ارضيه الميدان. نعم، انتهت بالتعادل.